عندنا شوية تطورات في محاولة إعادة هيبة الدولة. هاي دائما لما تبدأ البداية السرع من الرجة ومن التحديات، لأن أكو كثير أطراف عايشين على هذه الفوضى، عايشين على أنه الدولة تكون ضعيفة والدولة تفقد الهيبة. نعم خلنا نعترف، الأجهزة الأمنية لم تستطيع أن تقوم بواجبها الكامل بسبب انكسار معنوياتها نتيجة أحداث أكتوبر الماضي. الآن حاول نستعيد هيبة الدولة عن طريق تنفيذ القانون، تحدي الجماعات الإجرامية، تحدي السلاح المنفلت، وبدينا إجراءات على مدى الأسبوع الماضي. الناس بالنتيجة من حق المواطن الظاهر، بس من حق المواطن الظاهر دي صناعة فوضى. المطلوب من عندنا كلنا نتعاون كوزراء مجلس وزراء، والتكامل والتكاتف فيما يخص بعضنا. ترى أي ضعف لأي جناح بالكابينة هو ضعف للجميع، يعتقد أحد أنه يكون بعيد عن النقد. لهالسبب نحتاج نتعاون تعاون جدي، نتكاتف والعمل بجدية. يعني يحتاج لقاءات من الوزراء مع المتظاهرين، مع المطلبين، يشرحون ظروفنا، زائدا إجراءاتنا سريعة. الأجهزة الأمنية راح تكون عليها مسؤولية كبيرة، راح يشوفون قريبا راح نقوم بعمليات لاستعادة هيبة الدولة، فرض القانون. الحكومة مطلوب منها تصنع معجزات كبيرة، من ما مطلوب منها توفر أمن، حماية وضع اقتصادي من انهيار، والوصول لانتخابات.